ماشي اوكي يا باسم، ما فيش مشكلة، خلاص اوكي. ما انا هعمل بس ميوت 5 دقايق. تمام. بس انا عايز اخد مكان وعايز اكمل خطواتي كلها، ال5 خطوات الاول، ثم اسعر وتخزن السعر برضه، تمام؟ ثم ندخل العموله، طريقه الدفع، بيانات الباسبور، خدوا بالكم لان ده السعودي، مش تقدر تصدر تذكره من غيرها. طب معلش، هو في حاجة على اللي احنا عملناه، الورق موجود في اللي هو الاف اكس دي، المكتب بتاع الاف اكس دي تمام. كله مكتوب فيه ام دي تي في الاخر، ولا الورق ده 37؟ لا لا لا، ده مش مشكلة. مينيمم بوينت، مينيمم بوينت، حاجة ليها علاقة بالكونكتنج بوينت يعني السواق بتاعه عشان ده مش الكونكشن خاص. بس هجيبها لك عادي، هي كده كده موجودة في الهند. طيب معلش، في حاجة تانية عايز تفصل عنها. أنا دلوقتي عمل مثلا عندنا كتير بتيجي تسأل مثلا على طيران شهر، ما بيبقاش معاهم باسبور أصلا، بيبقى معاهم باسبور بيطلعوا بالبطاقة بس. ماشي، ما هو عامة الدفع دي مش مشكلة. حلو، يعني المدخل بقى بيكون فين؟ يعني يعني المدخل ده يعني هي جايلك ازاي؟ مش يعني المدخل ده اس ار ما هي هي دخلك اس ار بالكمبيوتر. دخلي كده كده مش هيطلب منك بيانات باسبور. تمام، ولا هتقول مني بقى بيانات لا لا بتاعتك؟ لا، عادي الدخل ما فيهوش مشكلة. شرم والغردقة والأقصر وأسوان، الحاجات دي ما طب فيهاش الدخل حاجة. اصلا بيانات لا الحجز؟ لا لا، عادي خطواتك العادية بتاعت 5 خطوات بتوع الحجز العادي، تسعيرك العادي، خطواتك العادية، مش هيطلب منك بيانات باسبور. الداخلي مش هيجبرك تاخد بيانات باسبور عشان تصدر التذكرة. ميرا يعني كل ما تتحط قدامكم كتير ما بتتحطش. سلمي لي على طب تعالى معايا. من غير يبدأ الوشن. لا ده ما كانش بيفتح بدون فتح. سبحان الله. هو ما هو طبعا ايرور ده على علاقه بان حد دخل مكاني ولا ايه؟ لا لا لا، أنا تقريبا عندي فصل خالص. لحد الطباعة يا مان، لحد إصدار التذكرة.
ثانية واحدة بس يا مان، دي واحدة هعمل ميوت بس.
ما هو عشان احنا ما كانش بيرد، ما فيش شحن. طيب انتوا كلهم كده عملت حجز ووصل، عملت ايه؟ عملت الحجز؟ الحجز ايه بقى؟ ما لسه ما عملتش حاجه. قلت هنعمله الحب بالظبط. والله؟ مش تقول انا كنت بتكلم مين بقى؟ يلا اعملي اعملي اصدار تذكره. ايه انا عامل؟ انا اللي قلت لنفسي عايش. انا عملت بس ايه عشان بس ايه تبقى الدنيا بس ايه كمراجعه سريعه شويه كده. انا دلوقتي بتكلم ان انا خدت اماكن حلو. طيب احنا عاده هنمشي ازاي كترتيب خطوات؟ ماشي يا امام، انا كده كده بتكلم لحد الاصدار يعني على اساس يبقى في تذكره اقصد ونكمل عليها شغل مع بعض. عشان نمشي بالترتيب، انت بتعمل اول حاجه، انت عملت الابيلتي عادي، شفت الامكانيه، خدت الاماكن. اول حاجه عايز تعرفها قبل ما تشتغل وتكمل شغل ان انت تبتدي ايه؟ تسعر، صح؟ اللي هي الاف اكس اكس او الاف اكس ار اللي هو بيدور لك على ارخص درجه بيغير، صح؟ انا دوست في اكس بي. ماشي، مش مشكله، بس الاف اكس بي انا بتكلم عشان تخزين السعر يعني. ده سواء ده او اف اكس ار، الاثنين يا جماعه ما ينفعش تاخد بيهم سعر. طب النو فيرز ديت ماشي، ما هو نو فيرز انت لما تيجي تعمل اف اكس اكس وتوصل لكلمه نو فيرز ايه حلها؟ ايوه، بس يبقى حلها ما فيش غير ان انا اشتغل باف اكس ار. انا بتكلم على اساس ان انا لسه ما كملتش خطوات حجز اف اكس ار، تمام؟ ماشي، هو ما صعبش معايا، ثانية واحدة كده. انا عشان واخد الرحلة مرتين، ثانية واحدة. هي كده تمام. بصوا يا جماعه، كنت خدت عرض مرتين. لما تيجي بس نو فيرز دايما في حل، ان دايما انت ممكن تكون واخد درجات، احيانا ممكن ما تصعدش مع بعض عادي، درجات مالهاش سعر. فنو فيرز يبقى على طول تعمل ايه؟ اف اكس ار. ثانية واحدة. انا واخد الرحلة بتاع المنبض بس عشان كده. بس بص المرة دي عامل ازاي؟ عارف شايف كلمة نو فيلز؟ خلاص كده الدرجات اللي عندي ليها ايه؟ سهل. سواء انت بقى غيرت الدرجات او سواء استخدمت المدخل ايه؟ اللي بيجيب لك من الاخر. هو بس مشكلة المدخل ده بالنسبة لعملاء كتير، انت طبيعي ان انت لما يغير لك على اقل درجه ممكن تلاقيها في وصل شنطه، يعني مش شنطتين. طبيعي ان انا دايما رخيص هتلاقي ممكن شنطه مش شنطتين، بس هي دي المشكله الوحيده. فاف اكس ار هيشتغل معايا ممكن يجيب لي سعر اقل من قدام اللي هو 10488 اهي. بس هي مشكلته ايه؟ ممكن تلاقيه مديني الذهاب زي ما هي عندي نفس الدرجه بس شنطتين، العوده خد درجه ارخص، بس المشكله انها ايه؟ وان بيس مش تو بيسز، صح؟ طيب واضحه كده؟ وانا كل ما اكتر حاجه يقول لي انه افريبيلتي صغير. ريكويستنج افريبيلتي، انت بتقعدي مده طويله على تحجيز بس. انت اول ما تعملي افريبيلتي خدي الاماكن على طول. يعني اعملي الت وسهم وعدي المدخل تاني ما اعمليش. 20 اوجست 10 سبتمبر العام. طيب. لا الا قبله يا جماعه، الت وسهم تاني. الت وسهم اللي فوق تاني تاني هيجيب لك كمات اللي قبل. ايه اعمل ايه؟ طيب يعني ننزل تاني؟ نفس الالت وسهم اللي فوق يا جماعه. فوق اهو اللي قبله تاني. ايوه الت وسهم تاني؟ اه تاني. لا على حسب بقى انت عملت كم مدخل. انا ما ينفعش اعرض الامكانيه قدامي واقعد مثلا ابص على الحاجات هيقول لك ريكويست ان يو افر بيرتي، اطلب امكانيه ثانيه. كده تمام؟
وانا كنت ناسي اللي هي بتاعت اف دي كاش دي هو طلبها مني. ما هو طبيعي انت مش هيصدر من غير طريقه الدفع ولا العمول. كان من كده يعتبر كده كانك صدرت. اه نعمل ار تي بس هتلاقي التذكره ظهرت عندك. اللي هي تي تي في ار تي. لا انت طبعا ماشي من ده. بقول لك اعمل ار تي بس ار تي. ار تي بس. يا باشا ما انت نفذت التذكره خلاص. كده التذكره. اه انت لو هعمل توتال جدا صفر انا فاكر عملت امر مع نفسي. والثاني اقول لك اوكي الكترونيك خلاص اوكي خلاص كده خلاص كده يبقى تمام. لو دوستي ثاني هيعرض اه هيجيب لك الحجز بس ماشي. انا دلوقتي هدخل الاسم تمام. بصوا يا جماعه الترتيب بالنسبه للخطوات براحتك يعني انت عايز انا مش شرط امشي اي بي وبعدين دي كي اوكي امشي الترتيب المهم ان انا عارف الخمس حاجات ماشي. اف اكس اكس لو قال لك نو فيرز يبقى اشتغل بالاف اكس واحده كده غلط بس خدي بالك ان انت بتشتغل بصدق ركزي بس شويه ما خدش الذهاب وخد عوض يعني ايه بقى عادي درجة قفلت سباق افلوك بس هو خد جد ده كايرو بس جاب لك الذهاب تاني قبل بقيت كايرو جد ده قدامك خدي بقى ايه لحظة مشتركة ماشي ماشي يبقى اعملها بس من غير نجم لسه ليست 1 الدرجة اللي انا عايزها اونلاين نمبر ماشي. طيب عايز بالمناسبة لو انت عايز وانت شغال في الخمس خطوات بما ان المثال على السعودي قبل ما تقفل او قبل ما تعمل اي ار عايز تدخل بيانات باسبور ما فيهاش برضه مشكله يعني عايز تدخل بيانات باسبور مع خمس خطوات مش هتعمل مشاكل بس هتاخرني في اخذ الحجز مش هتاخد منك وقت يعني لو انت عارف المدخل هتعمله بسرعه مش هياخد منك وقت المفروض يعني هي فكره الغرامات يا امانه عشان ابلغ العميل وطبيعي ان انا قبل ما اصدر تذكره لازم اكون عارف هي قابله للاسترداد ولا لا قابله للتغيير ولا لا طب غرامه التغيير كام طب غرامه الاسترداد الطبيعي ان انا اول ما اسعر لازم اقرا الرولز يا جماعه ده الطبيعي او ده المنطقي صح يعني مش المفروض ان انا هروح اصدر تذكره وانا مش عارف غرامات مدخل باسبور يا جماعه اس ار دي او سي اس واي واي صح اتش كي 1 داش بي داش اي جي واي مش كده؟ داش رقم الباسبور داش اي جي واي داش تاريخ الميلاد مثلا داش ميل داش تاريخ الطلعه الصالحيه بتاع الباسبور وبعد كده ايه؟ داش فاميلي داش فيرست نيم سلاش باسنجر كام لان انا ما عنديش غير لا حاجه بسيطه خدت كايرو ابو ظبي مع ابو ظبي جده الذهاب طب اللي دي واخده الاتحاد ليه؟ لا انا والله اكس اي واحد داش احنا دلوقتي عندنا جده كايرو حلو هنعمل كده كايرو جده يعني انا ناقصني ايه؟ الذهاب بس سلاش هي اس بي بس محجبين الذهاب بس هل انا عندي انا عندي كده ظهر لي رقم حجز ولا فين مرة هو ريفرنس نمبر بتاعي صح هو ده اللي انا عايزه خدت بالك بيانات الباسبور موجوده مفيش مشكله انا كده كده الاجباري لازم ادخلها مش هيصدر معاك تذكره من غيرها سيبك اه انا لسه ما صعدش وخزنت السعر اللي لسه ما عنديش فيه اس تي صحيح لسه ما دخلتش العموله وطريقه الدفع بس كده كده من غير باسبور هدخلها ان عاجلا ام عاجلا في برضه زي عندنا مثلا مختار عشان كده بيسافروا بالبطاقه فيما بين الدول العربيه بيسافروا بالهوايه برضه ما لهاش مدخل خالص بس ما بين الدول العربيه انت بتتكلم في رحله دوليه تمام ماشي رحله دوليه على بالك باسبور مين المشكله؟ اقصد في مثلا السعوديه بيسافروا بالهويه عندهم دول معينه ماشي فهو لو هيحجز معايا مثلا لازم طبيعي ان انا بتكلم اي بلد بسافر دولي انا ما بتكلمش هنا على هويه انا بتكلم على بيانات باسبور
هو الطبيعي لما اجي اطلع من مصر للسعوديه طالع بالهويه؟ مظبوط. بس فهمت الفكره؟ الكلام ده لو هو بيسافر عنده هو داخلي بالسعوديه. مش طب ده داخلي مالناش دعوه بيه. طيب يبقى انا عايز اوصل بس الاول ايه؟ رقم حجز صح؟ طيب انا صغرت وبعد كده اكتب بقى النيم. ماشي لان المهم كملي عادي بقيت الخطوات الجايه. تمام بس كده هو ما سايبش بتاع اعمل بقى اف اكس عليه. ايوه ما هو ما ينفعش اعملها يعني بعد ما ادخل اسم الاول انه هيخزن سعر هو مش هيخزن سعر الا في وجود اسم رجل. بالظبط كده وكملي بقيه خطواتك بقى عادي. لا ماشي عشان اخزن السعر بس. ماشي كملي بقى بقيه الخطوات اللي ناقصه يعني شوفي ايه اللي ناقص في الحجز وكملي عادي. طيب فاكرين احنا كده كده هنخزن السعر ازاي؟ يا اما ده الثاني يا اما فضل اكس ري اللي هو بيتر او بيبي اللي هو بيدور لك على اللي هو البيست او بنسميه يعني بوك على اللوست اللي هو ارخص حاجه. لكن ده بياخد ايه؟ على نفس الدرجات عادي. ما كده كده بالمناسبه انا عملت في الاول اف اكس ار فاللي هو اصلا كده كده هي اقل درجه فمش محتاجه صح؟ ده هيدي لك نفس السعر اللي احنا شفناه بس المره دي لما اجي اعمل ار تي انا حتى قبل ما سايب يا جماعه هتلاقي ان انا عندي هنا ظاهر ايه؟ تي اس تي في السعر صح؟ لو عملت اي ار هتلاقي التي اس تي اختفى لان اي ار اسمها اجنورنت بالتري تجاهل وعيد عرض صح؟ لكن لو عملت ريسيفت فروم مين ايا كان انا بكتب ايه؟ كده بكتب حرف بس مش تفرق اي حاجه تكتبها بعد الار اف هتقبل. وبعدين بعمل ايه؟ اي ار كده سايب السعر ولا ما سايبش؟ سايب بس ده مش كافي ان انا اصدر تذكره. ليه؟ انت هتقول لي مثلا بيانات باسبور موجوده السعر بتاعك موجود اه بس ناقصني العموله وناقصني طريقه الدفع صح؟ وكده كده انت لما تيجي تدي له امر الطباعه بالمناسبه هيقول لك على كل اللي ناقص. لو جيت انت عملت الانتري ده هو امر الطباعه العادي انت بتقول له على طول نفذ التذكره بطريقه مباشره من غير ما تشيك هيقول لك انا ناقصني ايه؟ هيقول لك فورم اوف بايمنت هتحط له طريقه الدفع هتيجي تصدر تاني هيقول لك عايز الكوميشن بيقولها واحده واحده. فهمت قصدي؟ فورم اوف بايمنت ايه اف بي مثلا كاش صح؟ مش كده؟ ماشي تعالى نعمل ريسيف بي ار تاني. تعالى نعمل امر الطباعه تاني. هيقول لك ايه اللي ناقص؟ واحده واحده لحد ما تخلص كل اللي ناقص. فهمتوا؟ فانت دايما ركز في رد السيستم وانت تعرف هو ايه اللي ناقص؟ ايه الخطوه اللي ما دخلتش لسه؟ فهمتوا؟ بس كوميشن اف ام اي او واحد على حسب العموله بتاعتك. بس دلوقتي لو عملت ريسيفد وي ار المفروض ان انا ايه؟ خلاص انا واقف على الدور بيسكار صح؟ طيب حسن شو؟ ايه المشكله لحد دلوقتي؟ التليفون اللي اختار بتاعه ايه؟ اي بي بس الفا بيتر. طب انا كتبت اف ام كاتب لي انفاليد فورمات. ايوه اف ام كام؟ العموله كام؟ اكتبها تاني بقى اف ام زيرو. ايوه زيرو؟ زيرو عموله؟ مش بمزاجنا هي عمولة شركة كرامة بس انت الاول اعملي اي ار بس فين ال تي ان ار الاول فين الريفرنس نمبر انت عملت تخلي بقية الحاجات بعد الخمس خطوات بتدخلي بقية الحاجات زيادة من غير ما تدخلي اصلا خدي بس رقم حجز الاول عملت ريسيت عملت اي ار ماشي اي ار تمام واضحة كده ماشي ظهر لك تمام ماشي كمل بقى واخد في ال اه انا عايز اوصل لحد استنى انت كده كان عندك تي اس تي حطيتي العموله ناقص طريقه الدفع اه طريقه الدفع اف بي كاش ماشي انا في الاخر عايز اصدر ازاي ده ما تخليه اصدار التذكره
انت بليز لا. كل خطوه لا 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 انا ممكن اعمل الخطوات كلها مره واحده واعمل ريسيفد مره واحده يا جماعه، بس مش محتاج ان انا اعمل خطوه وريسيفد وي ار وخطوه وريسيفد وي ار، ليه؟ حرام. انا داخل كل مره واحده سايب مره واحده. مفيش حد يحب يطول على نفسه ويكتر الخطوات والمدارس دي. اه طبعا بالنسبه مثلا لشركه زي السعودي ده مهم، والكويتي اغلب شركات ترى النهارده ان انت لازم تبعت لهم رقم تليفون العميل والايميل بالملف بتاعت الاس ار لو فاكرها. لا انا كده ايوه ايوه السعودية ماشي اي ار ماشي. هنصدر ازاي بالمدخل ده؟ انا عملت تي سي بي سلاش ار تي ماشي اوكي الكترونيك اعمل بقى ار تي خلاص كده ماشي. تذكرة كده كمان اتفضلي. انت برضه خد بالك دايما الرد بتاعك فيها، قال لك والله اوكي الكترونيك تيكت، قال لك ان في حاجه ناقصه خصوص الرد نفسه. بس كده هو صدر ايه؟ تذكرة. مجرد ما تعمل ار تي لان الحجز قدامك لسه هتلاقي في تذكرة ظهرت في الحجز، صح؟ طيب خليكم بقى معايا. احنا النهارده هنتكلم في حاجة مهمة. بري ايشو تيكت. ازاي اغير من تذكره لتذكره؟ ازاي استبدل التذكره الفيد العميل بتذكره جديده؟ عشان كده بيسموها المسمى الصح اكستشينج مش ريش. انك تغير حاجه بحاجه. استبدل حاجه بحاجه. لان كلمه ريشو المعنى الترجمه الحرفيه بتاعتها اعاده طباعه، اعاده اصدار. ريشو. هيعمل ايه بقى؟ ما عملت ارت في الانتر. خلاص. يعني لو لقى نفس الايرور اتكرر ممكن يكون حد جرب دخل لنفس اليوزر يعني مثلا. يعني زي ما بيحصل كتير. تمام؟ طيب ركزوا بقى معايا. عشان ما تتلخبطش، عشان حضرتك ما تتوهش. انا عاملها بس في شكل تو ستيبس. ستيب نمبر 1 ستيب نمبر 2. لا كده كده انت انت معجبون معانا؟ ما شفتيش الورق؟ لا مش اي ورق بي دي اف عشان لسه يعني من حوالين ربع ساعه. لا من ربع ساعه بعته لي. خلاص مش مشكله انا انا لا هو كده كده هو مبعوث من بدري على الجروب. عشان كده انا ما طيب بص يا جماعه فكره ان انت تعمل اكستشينج للتذكره او ايشو حاول ان انت تمشيها بنفس المبدا. يعني ما تاخدش الموضوع كمجمل على بعضه، خده بخطوات. هعمل ايه في الخطوه رقم واحد؟ هعمل ايه في الخطوه رقم اثنين؟ ماشي؟ لان انا ممكن قبل الخطوه دي بمناسبه اللي احنا مش فاهمينها كويس قوي، ان انا قبل ما اسيف انا ممكن اقول له اي ار. فاهم؟ حد فاهم الفرق؟ ما انت لو جيت هنا بدل الاي ار عملت اي ار معناها ايه؟ تجاهل كل حاجه ورجع كل حاجه زي ما كانت، معناها انا مش هكمل. صح؟ لان ممكن في ناس ما تكملش. صح؟ طيب اكستشينج انا هستبدل تيكت بتيكت، هغير التذكره اللي فيها العميل بتذكره جديده، على اساس ان العميل ممكن يكون عايز يغير ايه؟ كاتب لك ممكن يغير كذا حاجه وممكن التغيير يبقى في كل حاجه اصلا. انا جاي اغير تغيير ذهاب، تاريخ عوده، تشينج ديت، جاي اغير فلايت نمبر، يعني ميعاد رحله، عايز اخد رحله مختلفه. ده يغير درجه، ممكن التغيير كمان بقى حاجه رابعه بس يمكن انا مش كاتبها ري روتنج. مش عايز اجدد، عايز الرياض، هغير خط السير. في شركات ترام بتسمح تغيير خط السير وفي شركات ترام ما بتسمحش تغيير خط السير. هنقرا الرولز ونشوف الكلام ده مكتوب ولا لا، مش مكتوبه لازم ارجع لشركه ترام، ده الصح. يعني جالي عميل تذكرته جده، قال لك معلش غيرها لي خليها لي مثلا الرياض، تمام، ابها المدينه. مش عايزها لجدة. قريت البنانتز؟ لا مش لاقي المعلومه واضحه. ان الايرلاين بيقبل تغيير خط السير ولا لا؟ هرجع لمين؟ لشركه الطيران. الحاجات دي ما فيهاش ان احنا نفتي.
لازم ارجع وبكلمك بجد، اصل ممكن اقول لك ايه يا عم اشتغل ونفذ، ويجي في الاخر يجي اي دي ام عليك ولا يجي اشعار خصم عليك ولا غرامه من شركه ترى حرام يعني. ماشي، النهارده اشعار خصم او غرامه اللي بتيجي يا جماعه مش مبالغ تافهه، ما تستهونش بحاجه زي دي. تمام، فانت هنمشي ازاي؟ ستيب نمبر 1 هنعمل ايه؟ ستيب نمبر 1 انت هتعمل التغيير اللي عميل عايزه، سواء غير تاريخ مع رحله درجه او ايا كان، لو حتى عايز يغير طوله. احيانا عاده احنا ما بنفكرش في تغيير الدرجه عشان تبقى فاشل خالص، يعني ما فيش حد يخش يبقى اتعمد او قاصد انه يغير درجه، لا دي اخر حاجه ممكن نفكر فيها، لان تغيير درجه معناه ان في فرق في السعر غير غرامه التغيير، انه هيدفع لي فرق سعر غير غرامه التغيير. خدوا بالك دي مش هتفكر فيها. هتلاقي اكتر حاجتين دايما العميل بيطلبهم هم الاثنين دول، مش عايز رحله الصبح، عايز رحله بالليل، او غير لي تاريخ سفر او تاريخ حمله او الاثنين. لا ما احنا قلنا بقى خط السير ده هو لو طلب مني انا بس اقرا الرولز بس اعمل حاجات كويسه. والله لقيت الاير لاين بس بيسمح بتغيير خط السير، يقول لك ري روتنج برميتد، خلاص قال لك ري روتنج نوت برميتد، مش مسموح. طيب ده ممكن اغير ازاي؟ انا كاتب لك طريقتين، مش طريقه، طريقتين. في مدخل اسمه شوت بي، اغير بالتاريخ بطريقه مباشره، شورت كات انتري، مدخل مختصر. اور انا كاتبها لك حتى اور عشان في ناس ما تفتكرش ان دول مدخل واحد، لا يا ده يا ده، شوف انت عايز تشتغل ازاي. ما هو العميل عايز يبقى معاك رحله، هتعرف تجرب شوت بي؟ لا هفتح ليه يعني؟ يا افتح بقى الامكانيه اخد له الميعاد الجديد لو عايزه، صح؟ لكن الشوت بي بينفع في ايه؟ تغير تاريخ بسرعه، صح؟ عشان بس تبقى فاهم الفرق. فانا ممكن اشتغل بده وده على حسب السيناريو اللي قدامي، صح؟ ماشي، دي خطوه رقم واحد. ثم هنبتدي نعمل مدخل اسمه اف اكس. اول ما تشوف اف اكس كده اعرف ان ده مدخل تسعير. كل ما داخل بدل اف اكس، مدخل داخل تسعير كلها تقريبا، صح؟ بس ده حاجه اسمها اف اكس كيو، انه بيعمل كوتيشن بسعر خط السير الجديد ويطرح او يقارن بالتذكره الاصليه، يشوف الفرق ما بينهم كام. ماشي، فده بيدي لك سعر جديد وبيشوف السعر القديم ويعرف الفرق ما بين السعرين كام، غير كمان ان هو بيحسب الغرامه بتاعت التذكره كام، فدي الميزه. فانت عشان كده بقول لك احنا ممكن بعد ده يعني سيب ونكمل ونخش على ستيب نمبر 2 ونطلع التذكره، يا اما ممكن اعمل اي ار، عميل قال لك لا ده فرق كبير مش عايز اي ار، بس مش عامل السي بي طبيعي. يعني انا بعد الفازر السي بي هيظهر لي النص السعر، هيظهر لك السعر الجديد، التذكره الجديده هتطلع بكام، الغرامه بتاعت التذكره كام، حسبه قدامي، هقول للعميل هزود عليها الربحيه بتاعتي الاول واشوف رد فعل العميل ايه. ليه بكمل بقى؟ بس اسالك اوكي هتقولي لي الريسيفد اي ار وابتدي اكمل اخش على ستيب نمبر 2 اللي هي غالبا مدخل الطباعه اصلا. ماشي؟ بس انت دايما خد الموضوع ايه؟ واحد اثنين، عشان ما تجيش هنا تعمل ريسيفد اي ار من غير اصلا من حد يقول لك نفذ وانا سيفت التاريخ الجديد، يعني التذكره باظت. ما تسيرش الا لما اخد موافقه باصدار التذكره، او بمعنى ادق اخد فلوس التذكره الجديده اللي هنفذها. هو ده الصح. انا هاخد فلوس التذكره يا جماعه دايما، حتى لو انت بتتكلم في التذكره لسه هتصدرها من الاول. انا هاخد فلوس التذكره الاول بعدين انا اعمل امر الطباعه براحتي. مش بعمل امر الطباعه بعدين اقول له هات فلوس. لان انت ممكن على ما تعمل امر الطباعه ما تلاقيهوش. ماشي؟ خدوا بالك في شركات طيران ما بتقبلش الفوري. يعني التذكره حتى ما ينفعش تتلغي ولا في نفس اليوم من اساسه ولا في ساعتها كمان، زي فلاي ناس بس. طيب انت لازم تبقى مركز دايما. ماشي، انا همشي بالمبدا ده، تمام؟ واضحه؟ هغير بالشوت دي وامشي كده. انا هعمل سيناريو ان انا هتعمد ان انا اغير بس التواريخ بحيث ان انا احافظ على نفس الدرجات بتاعتي زي ما هي، بس هي ممكن تكون مش بمزاجي، ممكن اكون بغير تاريخ ويقول لك والله في التاريخ ده ما فيش الدرجه دي متاحه. انت دايما فكر في حاجه حطها في بالك كويس قوي، ايه هي؟ انا هجزي كتذكره انا مطلعها اتش بلس وفيها بي بلس في العوده، دي تذكره اصليه طالعه بالدرجات دي،
حدودي في الدرجات، حدودي ان ما ينفعش اقل عن الدرجات. يعني تاخد طريق جديد يبقى برضه ذهاب على الاتش عوده على التي او اعلى، ما ينفعش اقل. ما ينفعش بالعقل اقل، يعني هترجع له فلوس؟ ما فيش شركه طيران اصلا بترجع فلوس، يبقى ينفع اروح اقول له معلش شغال التذكره على درجه ارخص؟ مفيش حاجه اسمها كده. فهمت قصدي؟ فانت حدودك نفس الدرجات او اعلى، يا اما باخدش فرق سعر يا باخد فرق سعر. لكن مفيش حاجه اسمها ان انا اطلع تذكره جديده بالماينس يا جماعه، فهمت قصدي؟ يعني مفيش واحد يقول لك ايه؟ ما تاخدش بقى على العميل نفسه، ما تغيرها لي على درجه ارخص. انت داخل تشتري تذكره سينما. تذاكر الطيران عموما انا بتكلم كمبدا، احنا ما بنرجعش لسبب، لان الايرلاين نفسه ما بيرجعش. فهمت قصدي؟ فكره ان انا اللي برخم والايرلاين طلبت تقبل على السيستم، خدت درجه ارخص ونفذتها غرامه اشعار خصم وش. ما فيهاش تهريب. انا الليمت او عندي حدود نفس الدرجه. فهمتوا الفكره؟ عشان لو انت ما تجيش مثلا واحد يجي يفتح بالاي ان ما ياخدش باله ما يركزش واخد درجه ارخص. لا خد بالك هي الذهاب كانت اي اتش اي، يبقى انا ايه؟ هشوف الاتش او اللي قبلها الاعلى منهم. العوده كانت عاديه على تي، اما تي اما اللي اعلى منها. بس لكن ما ينفعش ابص للي بعد التي. فهمت؟ طيب انا هشتغل ازاي؟ الاول بس التذكره بتاعتي حالتها هي اهي، انا كده كده ممكن ابص عليها. كليك عليها او قلنا ممكن نعمل تي دبليو دي سلاش رقم اللاين بتاعها. التذكره بتاعتي كلها حالتها اوبن، اوبن ذهاب واوبن عوده، لان بالمناسبه انا ممكن يكون الذهاب يوسف والعوده اوبن. عايزك تغير لي العوده، ينفع هي هي نفس الخطوات ما فيهاش مشكله. عادي ممكن تلاقي سحب يوسف والناس عوده اوبن بيقول لك مثلا بعت لك غير لي العوده لسه هناك، بس غير لي العوده عادي ما فيهاش مشكله. تمام؟ طيب احنا هنمشي ازاي بقى؟ واحده واحده. انا هشتغل بالشوط دي مبدئيا الاول. انا عندي الذهاب كانت يوم كامل؟ قلناها كانت 20 اوجست صح؟ بس انا هعمل كده الشوط دي مثلا 23 اوغست. 20 اوغست دي اللي هي الذهاب كانت اللاين رقم كام؟ لاين رقم 2 او الاليمنت رقم كام؟ 2. هو عايز 23 صح كده؟ بالظبط. هو عايز مثلا جاي عايز يغير التاريخ الجديد، بدل ما يسافر يوم 20 لا انا عايز يسافر يوم 13 مثلا. المدخل ده هو كل الفكره بتاعته، ان هو يشوف امكانيه على نفس الدرجه بنفس الرحله بس يوم 13. رقم 2 يا جماعه تاني رقم اللاين في الرحله بتاعت الذهاب. سوري خد بالك لما هتيجي تغير العوده هتقول له اللاين كام؟ 3. ركز بس الاول في الحته دي. خد بالك برضه عشان الحجز مليان، انت مش شايف السيجمنت، انت بصيت عليها في الاول ونزلت عملت مدخل صح؟ بس انا لو دوست انتر ايه اللي هيحصل؟ والله لو حظي في امكانيه بغير يوم كام؟ وخد نفس الرحله بنفس ميعادها ونفس الدرجه صح؟ هو خد بالك المدخل انت طلبت فيه تغيير تاريخ بيغير تاريخ، طلبت فيه تغيير درجه بيغير درجه، احنا طلبنا تغيير تاريخ بس صح؟ طيب كده الذهاب عايز اغير العوده خليها درجه تاريخ داش تاريخ بعديها ولا دي واحده ودي واحده. انت بتتكلم دلوقتي عايز اغير العوده خليها مثلا 13 سبتمبر هنعمل ايه؟ شوت بي نفس الفكره بس 13 سبتمبر التاريخ الجديد رقم اللاين هو كام؟ 3 صح؟ انا ماشي ايه؟ الترتيب واحده واحده. انت لو ماشي ترتيب صدقني مش هتقدر. مشاكل الريشو كلها واحد متسرع، واحد مستعجل، واحد ما خدش باله من خطوه عملها قبل خطوه في ماشي الترتيب، واحد سيف وهو مش هينفذ. طب سيفت ليه وانت مش هتطلع؟ هي عشان كده عايزه واحد صاحي مركز. بصوا يا جماعه حلو لو مش هطلع ما بسيفش يا باشا الطبيعي. اصل انت هقول لك على حاجه خليك معايا واحده واحده وانا هقول لك. انا دلوقتي بقيت غيرت زي ما هو عايز. تمام. الحمد لله لقينا ايه في السحاب ولقينا في العوده وغير لنا على الطريق. لان لو ما فيش كان هيقول لك نوتا بيرل. بس انا اللي حصل ايه؟ غير.
بس لو خدت بالك بيديلك رد هنا فوق طالب منك ان انت بيقول لك تيكت ريفاليديشن سلاش ريشو از ريكومندد ريكومندد. انا بقول لك هتعمل ريفاليديشن ريشو، هو ليه بيقول لي مسج او ليه بيطلب مني اعمل حاجه زي دي؟ لان في هو شايف ان في تيكت. يعني لو مفيش تذكره بمناسبه كده يديك رد بقى اصلا. واحد بيقول له خد بالك في تذكره، يا هتعمل لها تعديل في الصلاحيه يا هتعمل لها تغيير لازم. لان في تذكره انت بوظتها، لان انا لو غيرت التغيير وقفت على كده التذكره باظت. ما تعملش يا سيدي. معلش التذكره باظت. بالراحه يعني ازاي؟ بالراحه ايه يا عم ايه ازاي؟ انت مش مطلع على تذكره الذهاب 20 اوغست عام 10 سبتمبر، انت دلوقتي دخلت احمد الغيب في التواريخ صح؟ يعني معناها ان التواريخ القديمه تمام اتلغت. هيسافر ازاي لو انا وقفت على كده؟ ايوه ماشي طيب اهو ما انت قلت هكمل مش هعرف. ايوه هكمل واعمل له تذكره جديده بدل التذكره اللي معاك. لكن لو انا وقفت على كده ورسيبت يلا وقفت على كده وبس. لا تديله ولا تجيب ولا تجيب انت معلقه صح. وده انا بتكلم فيه التواريخ الجديده ظاهره. الموضوع بمنتهى البساطه عشان اقول لك عليه، مش انت عندك دلوقتي ظاهر تاريخ جديد في الذهاب تاريخ جديد في العوده. حلو ببساطه شديده مش دي التذكره؟ حلو تعالى اوريك التذكره التواريخ اللي فيها يوم كام؟ القديمه هذه صح. اللي انا عايزه حضرتك نطلع تذكره جديده بالتواريخ الجديده عشان يعرف السفر. فهمت الفكره؟ يبقى التذكره مع عميل انه سفر 20 سبتمبر وانت حاجز له يوم 23 مش هيطلع من المطار. فهمت قصدي؟ لازم العقاره يكون مطابق على الحجز 100% مفيش اختلاف ولا في اي حاجه ولا حتى في ميعاد ولا في حاجه ولا اي حاجه. لازم تكون تيبيكال تطابق صح؟ انت لازم تبقى واخد بالك انت بتعمل ايه. هغير يبقى في خطوات لسه هكملها مش هغير واقف. طيب انا مش هعمل السيب دو ار، انا هعمل المدخل ده مدخل في الرحلات الجديده سواء يرن بالتذكره القديمه. الفرق ما بينهم كده تمام ماشي اف اكس اي كيو. يعني هتلاقي حتى انا كاتبه على طول بعد خطوات صح؟ ماشي. بصوا بقى معايا تحت هننزل تحت كده. طبعا اي واحد هيجي يبص ايه؟ هيقول لك التذكره الجديده ب 1236 غلط. ركز بقى اقرا ان في حاجه اسمها الاوت، في حاجه اسمها تاكس بالانس، في حاجه اسمها تيكت ديفرنس. التاكس بالانس انا عندي فرق ضرايب 140 جنيه ما بين التذكره القديمه والجديده. تمام. تيكت ديفرنس الفرق ما بين التذكره القديمه والجديده هو برضه 142.80 لانها فرق ضرايب بس، يعني ما فيهاش فرق سعر. فرق ضرايب فقط. ليه؟ لان احنا ما لعبناش في درجات. ما لعبتش في درجات يبقى غالبا السعر الجديد هو السعر القديم. بس في عندنا ضرايب خاصه بالسوق المصري اجباري لازم تتاخد فرده ما علينا على اي حاجه في السوق السعودي. ضرايب ثابته زي ضريبه الدمغة بالمناسبه، عندنا ضريبه الدمغة قديم الازل على التزات اي تذكره ضرايب في ضريبه الدمغة اسمها كده بالمناسبه. وعندهم في السعودي ضريبه برضه زيها كده قيمتها 8 ريال. لازم تاخد يعني إيه؟ هو خد ضريبه على التذكره الاولانيه اللي احنا عملناها ولما لغينا الميعاد وعملنا تذكره جديده هياخد تاني ضريبه. يا باشا الضرايب دي اساسيه بتدفع في كل مره العميل بيغير فيها تذكره. ماشي اللي هي قيمه الاثنين على بعض 142 جنيه وانت هنا بقى البنالتي كام؟ غرامه التغيير كام؟ اللي هي اصلا المفروض اكثر من 100 ريال او حوالي لجنيه مصري 1236 جنيه تقريبا 150 ريال. هو حولها لك الغرامه من ريال لجنيه مصري لان انت بتشتغل بجنيه مصري طبيعي. طب هي قيمه كاجمالي فين؟ لا لسه في ام لسه مبدا. عشان كده اوعى تبص وتدي رقم الا ما تعمل موف داون اب. وهو مديني على الصفحه اللي اعمل لها موف داون اب طبيعي. بس انت اقصد ان انت في ناس بتبص كده على طول يقول لك ايه عايز ايه بعدها قدام الكالكوليتور. لا
انت انزل حضرتك شوف الحسبه اللي هو حاسبها على بعض كلها كام. هو مدي لك حاجه تحت اسمها تحت خالص توتال اديشنال كليك او جرايند توتال 1378. يعني التذكره الجديده المفروض ان انا هدفع العميل 1378. لا هشوف انا هحط لك كام بس. لا خلاص انا هعمل كام انت ماشي العموله بتاعتك. ايوه الربحيه بتاعتك. انا بحسب الربحيه بقى على المبلغ الاخير اللي طلع لي. ايوه مش هتقولي له هو 1378. ما انا لو قلت له 1378 انا مش هفهم حاجه. صح؟ يعني لو طلعت منك كلمه خلاص اتمسكت عليه. مش ده اللي انت تكسب فيها جنيه. صح؟ لان المبلغ ده هيتسدد بمين؟ مش انت بتعرفه. بس خد بالك بقى من حاجه ان في تذكره جديده هتطلع ب 142 جنيه بس فوق 80. في حاجه اسمها وثيقه هيطلع بيها الغرامه 1236. مش هيطلعوا مع بعض. في تذكره وفي حاجه اسمها وثيقه خارج التذكره، حاجه بنسميها اي ام دي الكترونيك ميسيلينيوس دوكيمنت، وثيقه متعدده الاستخدام باللغه العربيه. بيطلع فيها قيمه غرام التغيير، بيطلع فيها قيمه شنطه زياده، بيطلع فيها قيمه الكرسي اللي اختاره في الطياره، ليها استخدامات متعدده. كده اسمها وثيقه متعدده الاستخدام. تمام. فدي سياسه شركه ترامب، مش سياسه سيستم. سياسة السعودي وسياسة شركات ترامب كتير بالمناسبة في موضوع الوثيقة. تمام؟ خد بالك من الحتة دي. أنا لما هاجي أنفذ هيطلع لي تذكرة ب 142 جنيه، هيطلع لي وثيقة ب 1236. بس أنت بتشوف الحسبة كلها قبل ما تقول له. أنا بالنسبة لي كتنفيذ العميل ملوش دعوة أنا بنفذها إزاي. دي بتاعتي أنا في السيستم. يعني ملوش دعوة أصل في تذكرة ب 142 مش هتقول له كده في وثيقة مش عارف بكذا. صح؟ فأنت خد بالك. لحد هنا انا ما سيفتش حاجه. لحد هنا انا بامكاني ارجع كل حاجه زي ما كانت للمدخل. تجاهل بعيد عن ورجع كل حاجه زي ما كانت هتلاقي كل التغييرات اللي انت عملتها راحت. رجع على التاريخ بتاع القديم 20 اوغست والعوده 10 سبتمبر زمان. فانت اول ما تعمل السيف وي ار هنا انت حضرتك لازم تبقى واخد بالك هو وافق ولا قبل ما سيب. ان انا لو سيبت وانا مش هصدر هتبقى مشكله. صح؟ مش كده انا اعملها لك ايه ستيب واحد قبل الستيب اثنين هتلاقي ايه؟ ان ستيب اثنين انا هخش في الطباعه. يعني خلاص ستيب اثنين دي واحده هيطبع هيطبع خلاص مفيش حل تاني. تمام؟ طيب ستيب اثنين هنعمل ايه؟ بص انا كاتب كذا مدخل مش عايزك تهتم بيهم كلهم. سيبك من ده برضه بس ده على الاقل انت ممكن تشيك بيه. بيانات التذاكر، البيانات الاساسيه المهمه غير الرحلات يعني عايز تشوف الحاجات المهمه اللي في الحجز منها رقم التذكره يعني. المدخلين دول يهموني قبل ما ادخل الطباعه. يعني سيبك من المدخل الاخراني ده بيهمني. حضرتك لما هتيجي تصدر تذكره لما تصدر تذكره جديده صح؟ يهمني ان انا اعرف حاجه اسمها رقم السعر، احنا بنجيب منين رقم السعر؟ حد فاكر احنا بنعرض السعر ازاي اصلا؟ انا خد بالك ان انا لما باجي اقول تي او عمر الطباعه سلاش تي رقم كام؟ السعر رقم كام؟ السعر رقم 1 فبكتب تي 1، السعر رقم 2 بكتب تي 2، السعر رقم 3 بكتب تي 3، ايه ده هو ممكن يبقى السعر رقم 4 و5 اه ممكن تكون تذكره عملت لها تغيير مره واثنين وثلاثه واربعه كل مره عميل بيجي اغير له بدفعه غرامه تغيير. اكتر حاجه بتتعمل في التذاكر تغيير التذاكر مش استردادها. خد بالك ممكن تكون تذكره غير قابله للاسترداد بس كل شويه العميل يجي ايه؟ يغير كل شويه يغير التاريخ يغير المعاد. ده بتحصل. فانا النهارده سايب بس الاول عشان نعرف الستيب نمبر 1 ماشي؟ وبعد كده نجرب مع بعض. ار اف ار اف مين؟ او ريسيف فروم مين؟ انا دلوقتي عايز سايب سعر التذكره اف اكس بي بكتب له سعر التذكره جنبيها ولا لا؟ مش فاهم حاجه. انا وصلت لحد الخطوه اللي بعديها المفروض ان انا اغير سعر التذكره. انت لسه ما صدقتش تقصد؟ ماشي اف اكس بي. اف اكس بي واحط سعر التذكره ولا من غير؟ يعني اف اكس بي بس. بس. ماشي يا جماعه احنا كده بالنسبه لي انا الخطوات اللي انا ماشي فيها كده ايه؟ هي كده كده اف اكس ده تسعير كوتيشن هو كده بيعمل لك هي مش فكره اختصار بس ده مدخل يا باسم اللي هو بيسعر الدرجات او المواعيد الجديده وبيقارنها بالتذكره القديمه عشان تبقى عارف يعني بيعمل مقارنه ما بين سعر التذكره القديمه والسعر الجديد يعرف الفرق ما بينهم ايه. تمام؟
طيب انا كده سيفت، انا كده خلصت خطوه رقم كام؟ واحد. طيب انا دلوقتي عايز اعرف السعر الجديد، خد بالك انا عندي سعر جديد، فانا عايز اعرف السعر الجديد عندي رقم كام؟ اني احطه في امر الطباعه. اعمل فيه ان انا لما افتح التذكره الاقي المواعيد الجديده؟ لا احنا ما طبعناش لسه. لما نيجي نسحب لوحدها كده المفروض احنا سيبنا يطلع التواريخ الجديده؟ ايه؟ لا 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 ولا حاجه. احنا قلنا لسه في خطوه طباعه اللي هي ستيب نمبر 2، احنا عملنا ستيب نمبر 2. ماشي. طيب محسساني ان احنا الصبح يعني صايمين. انا عندي برد ولا تعبانه؟ والله بص انا دول باص اللي واقف علينا دي بص. تي كيو تي يا جماعه. بص السعر اللي عندي جديد رقم كام؟ فانا ظهر لي حبه احنا هنقول نظر الجرافيك ده رقم كام؟ ما انت خد بالك هو هيبتدي يرتب، انت كل ما بتعمل تغيير في الحجز بينزل سعر جديد بياخد رقم جديد. لو السعر القديم كان رقم كام؟ واحد اللي هو اول سعر خسر في السعر وطلع 100 تذكره صح؟ ده السعر رقم كام؟ اثنين. لما تيجي تغير تاني في الحجز وتعمل ريشو تاني هيبقى السعر رقم ثلاثه وهكذا. يبقوا سيريال كده ورا بعض. سريع على الذهاب والعوده. اه عادي حسب برضه انت غيرت كم مره، سعرت كم مره وشلت السعر وسعرت تاني وهكذا. ده في ناس ساعات بيقول لي يعني مثلا بيعمل ايشو اول مره ده السعر عند رقم اربعه. فليه كان خزن السعر قبل كده ولغاه وسعر تاني وخزن السعر ولغاه وسعر تاني؟ ايوه هو بيرتبهم بقى، دي المره رقم كامل اللي بتسعر فيه. كويس. ماشي. في ايرور. ايه الايرور طيب؟ هو ايه لحد انا داخل بيوزر فين؟ انا 13 8 ماشي وخلاص وكده بس. امال مين داخل بيوزر فين؟ بص انا عملت تي كيو تي زماني ده. ايوه ماشي. ما هو ده السعر. في اس تي رقم كام؟ لا دي عادي مش مشكله، احنا اللي بنظبط قصه الجرافيكال دي من عندك. يعني ممكن واحد يظهر له كده عادي، ده مش مفعل الجرافيكال، هي كده الجرافيكال عندها مفعل بس. الفكره تي اس تي رقم كام؟ 2 وعندها ظاهره بس فوق بس. وصلت؟ ماشي. احنا كده خلصنا خطوه رقم كام؟ واحد. يعني خلصتوا كلكم لحد ريسيف لي ار؟ ماشي. عملنا تي كيو تي كلنا، المفروض هنا عندنا السعر الجديد رقم كام؟ 2. حلو. عايزين نعمل بقى حاجه اسمها تي كيو ام. بص بقى هو التي كيو تي بيعرض السعر، حلو. طب التي كيو ام
هيعرض حاجه اسمها ميسيلينيوس دوكيومنت ام يعني ميسيلينيوس اللي هي الوثيقه. انا عايز اعرف الوثيقه اللي عندي دي هتبقى رقم كام لاني برضه هحطها في امر الطباعه. تمام. وانا هصدر تذكره وهصدر وثيقه. وثيقه ماشي؟ فلازم اعمل ايه؟ تي كيو ام. لازم اعمل تي كيو ام. اهي. هتلاقي عندك حاجه اسمها تي اس ام او الوثيقه عندي هنا تبقى رقم كام؟ كلكم رقم. لان انت دي اول وثيقه اصلا تنزل على الحجز. فلازم تبقى رقم واحد. تمام؟ اهي. تي اس ام رقم كام؟ واحد. هي الفكره كلها في يا جماعه عشان المدخل بتاع الطباعه اللي احنا هنعمله. مدخل الطباعه المفروض ان هو يتكتب كالاتي، ركزوا معايا. هو قدامك اهو في الورقه. هي تي تي بي اختصار ايه؟ تيكن برنت او سلاش بي 2. انا بتكلم ان هو يصدر السعر كام؟ رقم 2 اللي هو تي اس تي الجديد رقم 2 سلاش تي تي ام ويطبع الدوكيمنت الميسيلينيوس دوكيمنت الوثيقه اللي هي ام رقم كام؟ مكتوبه في تي اس ام رقم كام؟ 1 سلاش ار تي عشان يطبع ويعرض الحجز تاني قدام. معلش بقى في منك بقى في هيعرض لك رقم الوثيقه عندك في الحجز رقم كام؟ اهي رقم الوثيقه اللي هي تي اس ام. تي اس ام رقم كام؟ 1 بس مكتوب عندك جنب تي اس ام 1. هي خد بالك طريقه عرض الجرافيك بتختلف من الناس اللي بتعرضها بشكل عادي. خدوا بالك دي ممكن تظبطها نظبطها من بره. في حاجه اسمها بيرسونال سيتنج نظبط منها القصه دي كلها. ماشي يا جماعه؟ فانت المفروض انت هتيجي تعمل كده. انا ليه كاتبها لكم بالمناسبه في الورق؟ ليه كاتب التي كيو تي؟ ليه كاتب التي كيو ام؟ ان انت لازم تشيك عليهم. مش هتخنف، مش هينفع اصلا ان انا اخش كده اكتب المدخل واحط اي ارقام مزاجي. صح؟ تخيل هنا قلت له 1 وهنا 1 هو مدخل 1 1 يعني زي بعض مش شرط. ما ينفعش احط اي ارقام كده ويطبع معايا اصلا. خد بالك انا لو عملتها قدامكم هنعملها قدامكم متعمد واكتب له 1 وتشوف رد فعل السيستم. لانه مش هيغلط ويصدر التذكره اصلا. الا لو انت مديله رقم السعر الجديد اللي هو هيطبع. ماشي؟ فانا لو جيت عملت كده ده مدخل اصدار التذكره. تي تي بي صح؟ سلاش تي كام؟ 2 ماشي انا بقى هكتب 1 انا قاصد. ماشي سلاش ما انا عايز اعرف انا شغال بس صح ايه ولا غلط سلاش ام كام؟ 1 سلاش ار سي ما انا كاتب معلومه صح ومعلومه غلط. بالك هو مش بياخد حاجه صح والثانيه غلط ما يقبلش مش هيقبل الاثنين لان الاثنين ريليتد ببعض مرتبطين ببعض اصلا. انت هنا بتقول للبعض السعر رقم 1 والوثيقه رقم كام؟ 1 سلاش ار تي المفروض بس رد بسيط جدا تي اس تي نمبر هو بيقول لك رقم سعر غلط رد واضح. لكن لو طبعا هقول لك اوكي الكترونيك تيكت سلاش اي ام دي اوكي برضه صح. لكن انا لو جيت حطيت رقم السعر بتاعي صح اللي هي تي كام؟ نص المدخل الرد بتاعه ايه؟ اعرف ان بقى انه ايه بيصدر وثيق خد بالك بيصدر حاجتين اوكي الكترونيك تيكت و ام دي والاشو يعني صدر تذكره وصدر وثيقه اللي احنا بنسميها الكترونيك سيلينيوس دوكيومنت بس الحجز مفتوح اه مفتوح هعمل ايه؟ ار تي عادي هعمل ريتريف تمام؟ ايوه ار تي زي ما بنعمل دايما اول ما بنطبع صح؟ ريتريف هتلاقي عندك ظهر في الحجز حاجتين حاجتين مش حاجه واحده التذكره طلع بكام؟ حد شايف عندي طيب؟ 140 تذكره دي تي يا جماعه ركز في الكلمه الكترونيك تيكت دي تيكت طلع ب 142.80 مش انا قلت لك هتطلع ب 142.80 وفي هنا دوكيومنت وثيقه اللي هي قيمه الغرامه كام؟ 1236 فخد بالك ان طلع لي تذكره بقيمه اللي هي فرق الضرايب او فرق الضرايب فرق سعر مثلا وطلع عندي حاجه اسمها ايه؟ وثيقه بقيمه الغرامه فدايما الغرامه تطلع في وثيقه بره لوحدها سواء على السعودي او اكتر من اير لاين بالمناسبه بيطلع غرامات فاصلة. ماشي؟ انا مع العميل هو ملوش دعوه انا بنفذها ازاي؟ العميل بيسمع الرقم كله على بعضه بالربحيه بتاعتي. انا بتنفذها بتتنفذ كده. الوثيقه دي تتبع التذكره دي. كده هم مع بعض. بس طالعين كل قيمه واحده. وبمناسبه
وبيسمعوا كل قيمه لوحدها في تقرير المبيعات. يعني لازم يسمعوا كل واحده لوحدها في تقرير المبيعات. هو ليه شركات الطيران او هي تحديدا اللي عمل القصه دي سببها من شركات الطيران منظمه الطيران الدوليه او الاياكا؟ هو ليه الاياكا بتخلي الناس تنفذ الغرامه لوحدها في وثيقه بره التذكره؟ حاجه ليها علاقه بالحسابات. عشان الحسابات انا مش لسه هاخد بقى التذكره كلها اشوف في ليا غرامه كام وفرق ضرايب كام وفرق سعر كام، انا عايز الغرامه لوحدها بره التذكره. حاجه ليها علاقه بمراجعه الحسابات. تمام؟ تعالوا كده مع بعض نعمل المدخل بتاع تقرير المبيعات، فاكرينه؟ ماشي، اعملوه كده كل واحد قدامه. طيب انا يعني كل واحد هيجيب له مبيعاته قدامه. نفتح اول تيكت تمام؟ التيكت تايم ليمت ويل بي جيفن بي تي اف طب انت كنت عملت السيف لي ار بس طب استنى لحظه بص يا جماعه بصوا معايا جبتوا تقرير مبيعات صح؟ احنا شايفين ان في حاجه اسمها تيكت صح؟ شايفين ان في حاجه اسمها ايه دي؟ ايه؟ خد بالك بص على اخر واحده ادي بص اخر اثنين ادي التذكره لها رقم تسلسل غير رقم ايه؟ الوثيقه السيريال نمبر ده 142.80 ده كام؟ 1236 دي تيكت لكن دي وثيقه ادي التذكره طالعه 142 لوحدها وثيقه في الحسابات او في تقرير المبيعات بتبان كل حاجه لوحدها مش بيتجمعوا على بعض ماشي عشان حتى محاسب شايف كمان هو بيراجع تبقى كل حاجه بالنسبه له واضحه عشان كده هتلاقي نسبة كبيرة من شركات الطيران دلوقتي بالمناسبة أنا ما أعرفش ما حدش دخل هنا بثمانية أنت كنت بتخش باثنين صح؟ أوه. اللي دخل هنا كان باثنين عشان كده كنت بسأل على اليوزر اثنين لكن ما حدش دخل بثمانية دلوقتي احنا داخلين كلنا من بدري ماشي يا إيمان؟ طيب فانت زي ما انت شايف كل حاجه بتبان سواء انت عندك تذاكر التيكت سواء انت عندك تذاكر اللي احنا بنسميها فويد او كانسله ملغيه بتبان كانسل سواء الوثيقه في الغرايه كل حاجه بتبقى واضحه قدامك في التقرير المبيعات. ده التقرير المبيعات ليك انت لوحدك باليوزر بتاعك. لما تعمل تي جي كيو بيجيبك حتى اخر يوم. او عايز تجيب الشركه كلها اخر يوم ممكن تعمل كده. سلاش اس او اف هات لي كل الشركه. بس هنا بقى هتقعد تعمل موف داون كتير شويه. انت ممكن تكون تقرير مبيعات كبير مش صغير. كلام موف داون كم مره على حسب بقى التذاكر اللي موجوده قد ايه. فهمتوا الفكره؟ وريني بقى وريني كده بقى المشكله عندك ايه؟ صراحة اتكلم بعد كده هي المشكله ان انت قول لي ممكن ما تقدرش تعملها في الجامعه طلع بس هي الفكره انت مش هتسمع نفس خط الدايره اللي انا بعملها عشان انا بعمل ايه؟ حتى انا لو مشيت زي بعض طيب فانا دلوقتي المفروض في الحجز بتاعي ان انا عندي حاجتين ظاهرين في الحجز بيقولوا ان انا عملت تغيير طيب تفتكر التذكره الجديده هتبقى حالتها ايه؟ مش عارف يعني انت لو دخلت على التذكره دي هتلاقي حالتها ايه؟ وادي التذكره القديمه تحت. تفتكر دي هتبقى حالتها ايه ودي حالتها ايه؟ بصوا يا جماعه القديمه الاصليه اللي تحت هي اللي مكتوبه لوحدها في سطح صغير هتلاقي حالتها حاجه اسمها اكس تشينج. فاهم؟ يعني ايه اكس تشينج؟ تغير؟ بس تم تغيير التذكره. يعني التذكره دي التذكره الاصليه اللي احنا عملنا لها استبدال بتذكره جديده غيرناها بتذكره جديده فانت عمرك هتلاقي التذكره القديمه والجديده حالتهم زي بعض مستحيل يعني عمرك ما تلاقي الاثنين اوبن اصل كلمه اثنين اوبن يعني انا مصدر تذكرتين
دي بسي يبقى الاثنين شغالين طبعا ودي بسي يبقى انت عليك التذكرتين لكن دي القديمه غيرناها طلعنا الجديده الجديده هتلاقي اوبن العميل يقدر ياخدها ويسافر والقديمه هي دي الاولى اكستشينج بتكلم عن الاولى حالتها الاولانيه دي اول تذكره الجديده اللي هتلاقي حالتها عشان لما جينا نفتح دي اخترنا انه اونلاين القديمه تحت الجديده الجديده اونلاين الجديده انا بقول حالتها هتبقى ايه اوبن وهتلاقي القديمه حالتها اكستشينج ادي الجديده يا جماعه اكيد هتلاقي حالتها ايه ودي لها عميل هيسافر بيها بالتواريخ الجديده بالمواعيد الجديده اللي طالعه كلها بكام؟ بس ده عشان ده الضرايب بس والغرامه طالعه لوحدها في وثيقه بره التذكره صح؟ لو كده كده العميل مش هياخد برنت للتول ده يعني كده واضحه؟ طيب عندي سؤال عشان هنعمل مثال تاني مع بعض بس المره دي هنغير درجه لو انا دلوقتي بتكلم في صيغه تانيه بقى افرض دلوقتي انا اكتشفت ان انا عملت حاجه غلط خدت طريق غلط، خدت ميعاد غلط، رحله غلط، درجه غلط مثلا. اكسي. طب وده هيرجع لك التذكره زي ما كانت؟ بص مش احنا عندنا حاجه اسمها فويد؟ حلو. في حاجه اسمها فويد اكسشينج. او في حاجه اسمها فويد ريش. هي التذكره الجديده دي اللي هي طالعه ب 142. ممكن الغيها في نفس اليوم اللي عملت فيه الايشو او في نفس اليوم اللي عملت فيه اكستشينج. البويد عموما ما فيش مشكله. انت بس عندك مشكله ثانيه خالص. هي الطيران السعودي بيقبل فويد اكستشينج؟ معرفش. ادخل على رولز بقى. لا. فاكرين المدخل ده؟ هل هل الكترونيك تيكتنج هل اتش اي هل الكترونيك تيكتنج وحط كود الايرلاين هتجيب كل الفانكشنز اللي بيسمح بها الكلام السعودي شغل التذكره بيسمح بالفويد اكسشينج بيسمح بحاجه اسمها كانسل فاند بيسمح بحاجه اسمها ريفاليديشن مثلا هيفتح الرول او يفتح الشروط اللي هو الحاجات اللي بيسمح بيها هتلاقي انه بيسمح بالفويد ايشو او فويد اكسشينج يعني اقدر الغي التذكره الجديده اللي طالعه ب 142 وهيلغي اوتوماتيك معاها الوثيقه وهنعمل ريشو كاننا بنعمله من اول مره. بس انت لو غلطت في حاجه هتلحق نفسك ازاي؟ انا بتكلم انا اللي غلطت يا جماعه مش العميل. انا وانا شغال خدت ميعاد غلط، تاريخ غلط، رحله غلط، ايا كان. فانا عايز اصلح والحق اظبط كل حاجه تاني. ماشي؟ وخد بالك ان لو ما بيقبلش فويد الريشو هتقدر تعمل ريشو على الريشو. بس اتحسبت عليك. الايرلاين هيطالبك بفلوس التذكره الاولانيه. طيب هعمل ام كم مره؟ هنعمل ام مرتين. او موف داون كم مره؟ مرتين. ثانيه ام اول مره ثم ام مره ثانيه. هتلاقي بص اهي المعلومه قدامي على طول. طيب واي اللي هي يس ومكتوب ام يبقى ايه؟ فويد اكستشينج يبقى الطيران السعودي بيقبل حاجه اسمها ايه؟ فويد اكستشينج كمان بيقبل حاجه اسمها كانسل ريفاند يعني مثلا الطيران السعودي لو عملنا عليه ريفاند بالغلط نقدر نلغي ريفاند ونرجع نعيده ريفاند اللي هو ريفاند لا ريفاند اللي هو استرداد التذكره استرداد قيمه التذكره فهمت قصدي؟ طب والاولى اللي عليها دي نعم الاولى اللي هي دي دي تعديل صلاحية التذكرة. يعني لسه هنتكلم عليه. اظبط. لو حبيت ابدا بالريشن مش بالريفاليديشن. كده كده هنشرحها في العشرة. طب يعني هبدا بالاهم اللي احنا محتاجين نركز عليه نعمل عليه مثال اثنين ثلاثة. الريفاليديشن هناخد عليه مثال واحد بس. مش من اهم الحاجات لانه بيتعمل كل فين وفين لما تلاقي مثال زي الريفاليديشن اصلا. لكن الايشو او اكستشينج او تغيير التذكره اكتر حاجه بتتعمل في الشغل والشغل تقريبا التذاكر كله هتلاقيه ممكن ثلاث ارباعه الايشو اصلا 75% منه الايشو 25 منه ريفند دي الحقيقه ماشي انت دايما بس خليك في المهم خليك في الحاجه دايما اللي الناس بتعملها كتير الشغل اللي دايما الناس مركز عليه
بمناسبه انا عايز اقول لك ان شركات السياحه مكسبها مش في اصدار التذاكر، في الاسترداد والتغيير. بس كل ما العميل يجي يغير ما هو في غرامه، وانا باخد رسوم كل مره يغير في رسوم غير غرامه شركه الطيران، وده مش عيب لان انت بتعمل مجهود. ماشي، فدي اكتر حاجه الناس بتكسب فيها بصراحه، تغيير التذكره واسترداد التذكره مش بيع التذكره اول مره. احيانا في ناس في اول مره اول ما تبيع التذكره في الاول مش كسبان فيها حاجه، كلام فارغ، لكن في التغيير لا ياخد حقه كده في التغيير. عشان كده في ناس يقول لك انا كربحيه انا بحرق شغل، ممكن ابيع التذكره النهارده بكسب 20 جنيه و30 جنيه. اه حقيقه في ناس بتعمل الكلام ده بجد، لكن في الريشو لا، انا باخد 500 600 جنيه في الريفاند باخد زيهم. تمام. تمام. بس احنا دلوقتي لما بيتسافر في سعر التذكره موجود على التيكت، تمام؟ ازاي انا بحط الناس بتاعتي على السعر ده على التيكت؟ يعني ده عادي، ده برنت انت بتعمله. ده برنت انت بتعمله، وبعدين انا مين قال لك ان كل الناس اللي بتدي برنت العميل بيديله توتال؟ برنت عادي بالتذكره ببياناته بيطلع له ايصال بقيمه اللي دفعه بس. الحسابات. كل شركه ليها سياسه. ما في عميل ممكن يقول لك عايز برنت، في ناس عامله فورما وبيحط التوتال اللي هو هيدفعه. ماشي. انت فهمتيها يا ايمان بس المدخل ولا لسه معلومه مش واضحه؟ اللي هو اتش اي تي تي وبعدين كود شركه طيران. هو اتش اي عامه اي اتش اي تلاقيها في اي مدخل في الاول يعني هيلب على طول. اي تي تي انا بتكلم الكترونيك تيكتنج. وبعد كده بحط كود الايرلاين عشان اجيب معلومات خاصه بشغل تذاكر بس. ماشي؟ طيب تعالى بقى نعمل، تخيل بقى نعمل فويد ريشو ازاي؟ فويد ريشو تمام؟ او فويد اكستشينج. التذكره بتاعتي هنا في اللاين رقم كام؟ حد شايف؟ كل واحد بقى على حسب. انا عندنا التذكره الجديده نازله في اللاين رقم 8، انت شوف التذكره اللي عندك في اللاين رقم كام؟ بس 8 9 10. خد بالك برضه ممكن يبقى في كذا رقم لو عندي كذا راكب في الحجز، وهنبقى نعمل بعد كده مثال برضه لاكثر راكب مع بعض، لان برضه خد بالك المثال ده براكب هوريك برضه المره الجايه، بس لو في اثنين ركاب هي نفس الفكره بس بنصدر واحد واحد. ماشي؟ ماشي. أنا دلوقتي هفوت تذكرة في اللاين رقم كام؟ 8. حد فاكر مدخل الفويد؟ في ار تي سي وسلاش والال واللاين. تمام. رقم 9. هو نفس مدخل الفويد العادي، هو نفس مدخل الفويد. هو ده الفويد، هو ده الفويد لوحده، إنما فويد اكسبشينج هيبقى حاجة تانية. هي يا جماعة نفس مدخل الفويد. أه أوكي. هو بالمناسبة هو اسمه فويد، فبينفع في كل الأحوال. فويد عادي، فويد اكسشينج، هو نفس المرقم. تيكت ريكورد كانسل سلاش لاين نمبر اللي في التذكره. جربوا كده. هتلاقي الرد ايه؟ اوكي. اوكي دوكيمنت كانسل. بس هو كده لعب التذكره خلاص ما بقتش محسوبه عليا، كده عمل فويد التذكره مش محسوبه عليا. صح؟ ده نعمل بقى ساعتها اي ار. طب اشمعنى بقى المره دي اعمل اي ار؟ اجنور اند ريتريف، لان في تغيير حصل. الحجز يعني صح؟ المفروض تفتكر التذكره تبقى حالتها عامله ايه؟ الجديده. بمناسبة أنا من غير ما أفتحها يا جماعة، لو أنتوا ركزتوا شوية في حرف هنا يقول لك إن التذكرة دي فويد. لو حد خد باله. لأن دي أول مرة كانت إي تي، ما كانتش إي في. إي تي إلكترونيك تيكتنج، إي في إلكترونيك فويد. من غير ما أفتحها أقدر أفهمها من هنا. بس عايز تأكد برضه، عايز تشوفها بعينيك، مفيش مشكلة. بالمناسبة هنلاقي التذكرة الجديدة دي لآخرها 480 حالتها فويد، التذكرة اللي تحت الاصليه رجعت اوبن تاني عشان تعمل ريشو من اول وجديد اكنك بتعمله من اول مره تاني. بس فهاجي انا اعمل ايه؟ هذه التذكره الجديده حالتها ايه؟ فويدد، يعني مش محسوب عليا، وبالمناسبه بيلغي معاها الوثيقه. اه بيلغي اوتوماتيك معاها الوثيقه بتاعتها لان هم تبع بعض الغرامه يعني.
لكنك ما عملتش حاجة، بس مش عشان أقف، نرجع أصحح اللي أنا عملته وأشوف أنا هعمل إيش النهار منين. بس إيه؟ كده طارش. لا ما أنت إجنور عادي هتجيب الحجز برقم وإيه المشكلة؟ أخد الكوبي يعني. أي شيء لما بيعمل إجنور ما بيديلكش حاجة ولا بس أرضي ولا حاجة كوبي. معايا يا جماعة؟ بصوا بقى. كده كده برضو عشان بس تشك شايف وتتأكد. بيقول تشيك روم. كويس. لو هو عايز ولا هو بس. بصوا التذكرة فين أهي. هو نفسه. لو حابب تقبلها. مش لاقي اللاين بقى احنا بننزل. لا في رقم حجز مش لاقي. لاش ده مركز. التذكرة هنا كانسل صح؟ بس كده بقول. تعالى نرجع ايه للحجز. ومعلش ستور لو انا اوريدي خلاص انا عملت الاثنين وتمام وعملت الاكسنج الاكسنج كله وتمام خلاص كله الغي السيجمنت القديمه بالاكس اي ولا القديم اوريدي انت كنت سايبه قديم جديد؟ اه يعني انا لسه شغاله ما في ناس بتعمل الحركه دي. اه بس خد بالك ان في شركات ترى ما بتقبلش يعني ما عملش اكسبت في شركات طيران يعني السعودي مثلا ما يقدرش ان انت تبقى واخد رحلتين كايرو جده رحلتين جده كايرو ما يسمحش فهمت قصدي في شركات طيران كده ما في ناس يقول لك ايه خلي القديمه عشان لو رجع في كلامه في ايرلاين مش هيسمح لا مش هيسمح ان انا اسيبها ولا مش هيسمح لي اكنسلها مش هيسمح لك انت بيسيب رحله قديمه ورحله جديده بالظبط اه قصدي ان انا لازم اكنسلها بالظبط كده انا بقى هعمل ايه المره دي هشتغل بطريقه ثانيه خالص هعمل نادي انا دلوقتي هاخد ذهاب 25 اوجست العوده هعملها 15 سبتمبر بس ازاي مش هشتغل شو بي هشتغل اي ان كده اي ان 25 اوجست افيلابيلتي عادي كايرو جدا سلاش اي اس في ديسبلاي العوده هعملها كام 15 سبتمبر كل واحد بس ياخد باله الدرجات اللي عنده ايه تاني كل واحد ياخد باله بس الدرجات بتاعته ايه عشان انا هاخد على درجات اعلى من الدرجات اللي انا كنت مصدر عليها واضحه معايا يا جماعه؟ انا بس انا مثلا كنت واخد على اتش بلس في الذهاب واخد على تي بلس في العوده انا هاخد درجه اعلى من اتش في الذهاب وهاخد درجه اعلى من تي في العوده. هاخد درجات اعلى عشان يبقى فيها فرق سعر. ركزوا معايا. انا عندي ايه؟ بص معايا انا كنت على اتش بلس في الذهاب حلو؟ احنا قلنا ايه؟ مجهودك يا تاخد نفس الدرجة تاخد أعلى لكن ما تجيش تقول لي ايه طب ما في درجة أرخص منها متاحة لكنها مش موجودة بالنسبة لي تمام؟ طيب أنا هاخد على كي بلس مثلا في الزائد إنها أعلى ماشي؟ طيب في العودة هاخد على درجة ايه؟ هاخد مثلا على درجة الكيو اللي هي أعلى منها معايا يا جماعة؟ انت دايما بركز انت كل واحد شوف لو انتوا نفس الدرجات بتاعتي يبقى انا هاخد دايما ايه؟ اعلى من درجاتكم، كل واحد على حسب درجاته اللي مطلع عليها. ماشي؟ فانا هاخد ذهاب على الكي والعودة على ايه؟ على الكيو. ماشي؟ انا هاخد درجات اعلى من الدرجات بتاعتي عشان بس الناس تبقى اكبر. انا كنت ايه في الذهاب هاخد تي اعلى منها عشان فيها فرق سنة. وكنت عارف في العوده خدت منها اعلى من الكيو. ماشي انت لما تيجي تعمل الكلام ده بمناسبه هتستغرب ان انت عندك اربعه سيجمنت على الحجز. صح؟ بص اثنين كايو جده اثنين جده كايو. خد بالك ان انا في الاول انا ما عنديش مشكله بس ما سيبش. الايرلاين ده مش هيسيبني اصلا ان انا اخد رحلتين ذهاب ورحلتين عوده. مش هيسيبني احفظ. طيب ازاي ركز بقى معايا في الحته دي. ازاي اقول له صعب الحالات الجديده بس عشان اعرف الفرق وبعدين اكنسل ده
معايا ولا مش معايا؟ انا عندي 2 و3 القديمه فوق اللي هي 23 3 جديده عندي 4 و5 4 القديمه صح و5 جديده بالعوده صح؟ نفتكر اسعر ازاي؟ هو مدخل التسعير اسمه اف اكس كيو صح؟ بس اقول ازاي اسعر لي سيجمنت 3 مع سيجمنت 5؟ بصوا معايا معلش تاني الحتة دي معلش أنا عندي كام رحلة بس هاب كام رحلة في العودة عندي كام رحلة بس هاب كام رحلة في العودة أنا عندي 2 و2 حلو تفتكر إن أنا هقول له إف إكس كيو صار لي الأربعة كده مع بعض 2 زائد 2 عودة؟ لا حلو ما ينفعش اصلا اسعر رحلتين ذهاب ورحلتين عوده مع بعض صح؟ انا اسعر الجديد ده بقى صح؟ ماشي فانا عايز اقول له سعر لي 3 مع 5 3 مع 5 مع 5 مش 3 دي 3 دي جديده؟ ايوه والله 25 و5 الجديده في العوده 15 سبتمبر صح؟ اه اوكي هنسعر ازاي؟ اف اكس كيو عادي حلو سلاش اس اللي هي سيكتور انا عايز اسعر كم 3.5 كوما علامه الكوما ماشي معايا يا جماعه تاني أنا لسه ما كنسلتش القديم معايا الجديد بس أقدر أقول له في مدخل التسعير يسعر لي أنهي سيكتور. وصلت؟ وليه قال لي التيكت نمبر ما خلصتش؟ سوري. أنت عملت إيه؟ لا ما عملتهاش اصلا التذكره لسه مش ظاهره خالص بص يا جماعه سعر معايا ولا لا؟ معايا؟ بص بس الحسبه بقى عندك تاكس بالانس قد ايه؟ بص تاكس بالانس كام؟ 100 ماشي ده فرق ضرايب طيب تيكت ديفرنس فرق سعر قد ايه؟ كام؟ 429 ماشي ما علينا الغرامه كام؟ 1236 برضه على حسب كل واحد وغرامته خد بالك مش شرط كلنا نطلع نفس الحسبه صح؟ طيب هنعمل ام اللي هي ايه؟ موف داون صح؟ بس لازم تبص تحت الجراند توتال كله كام؟ 1965 صحيح عندي 729 فرق ضرايب فرق سعر الاثنين مع بعض عندي غرامه 1336 بس انا كده كده هنطلع تذكره ب 729 وطلع وثيقه ب 1293 وصلت؟ انتوا فهمتوا الفكره؟ الفرق المره دي بصوا بمبدا واحد فرق سعر، مفيش فرق سعر، فرق ضرايب، ايا كان في غرامه او مفيش غرامه، نفس الخطوات هي. بغض النظر عن الارقام نفسها، الفروقات. الشرط يبقى نفس المبالغ. انا بتكلم كخطوات انا فاهم بس انا مش ازاي، بغض النظر عن الفروقات ازاي. ممكن بالمناسبه مفيش غرامه، يبقى كلها هيطلع تذكره بس طالعه بكام مثلا. بس لازم انا اشوف الارقام بتاعتي قبل ما اعمل السي دو اي ار، لازم اشوف الحسبه واشوف العميل موافق ولا لا عشان اكمل ولا لا قبل ما اعمل ريسيف دو بي ار ماشي انا دلوقتي لو جيت عملت ريسيف دو بي ار دلوقتي معناها ان انا ايه هكمل صح بس قبل ما تعمل ريسيف دو بي ار نصيحه كنسل بقى التواريخ القديمه الاول اوعى تعمل ريسيف دو بي ار وانت عندك رحلتين في الذهاب ورحلتين في العوده شركه الطيران مش هترحمك مش بتكلم على سيستم
سياسه شركه ترامب، سياسه السعوديه على سبيل المثال. فانت قبل ما تعمل اي حاجه ارجع كده ار تي عادي، ما تقلقش السعر مش هيحصل له حاجه. عايز تشيل السيجمنت القديمه بتاعت الذهاب 23 اوجست اللي هي سيكتور كام؟ 2. وعايز تشيل 4 اللي هي بتاعت العوده القديمه، صح؟ اشيل 2 و4 ازاي؟ 2 اكس اي 2 كوما 4. اوعى تعمل داش. داش معناها الى ثرو، هياخد ما قلتلوش ليه سعر 3 داش 5. الداش معناها الى، الكوما معناها واي. طب لو قلت انا عملت 10 ارجعها ترجع؟ هترجع بقى ترجع بالايه ان تاني وتاخدها تاني وتصعب تاني نفس القصه، بس هتعمل نفس خطواتك اللي احنا عملناها. يعمل ماشي يا جماعه، ما هو لازم يعمل ورنج يا جماعه لسبب واحد. انت بتقول له كنسل لي السيجمنت، السيجمنت دي كانت مرتبطه بسعر على الحجز. فبيقول لك سيجمنت ديليتد تي اس تي ويل بي ديليتد، السعر بتاع القديم هيتشال. ما طبيعي انا عايزه فين؟ ما هو حسب لي الحسبه خلاص ساعتها اعمل سيف بي ار. ما يا جماعه بصوا، نص حل المشكله بالنسبه لكم قرايه ان انا افهم الرد. مش واحد يقول لك ايه طلع لي ايرور وخلاص او ورنينج وخلاص، معناه ايه؟ انا بقول لك اقراها. كلمه سيجمنت ديليت، خلاص انا بعمل ديليت للسيجمنت عشان التي اس دي القديم بتاعها اللي كان مرتبط بيها هيتعمل له ديليت معاها بس. ثم ريسيف ثم ايه؟ اي ار. وصلت؟ فهمتوا الفكره؟ انت دايما خد الموضوع ستيبس، خد الموضوع خطوات. بس دايما وانا شغال في خطوات انا فاهم السيناريوهات تختلف. تغيير، واحد بيغير تاريخ، واحد بيغير درجه، واحد بيغير معاد، واحد بيغير خط سير، واحد بيغير كل حاجه. انا بتكلم من مبدا واحد. ايا كانت هتغير ايه ازاي؟ هعمل بعد كده اف اكس كيو. سواء اف اكس كيو بس، سواء اف اكس كيو حد رقم سيجمنت عشان لو عندي قديم وجديد. وهكمل نفس الخطوات هي هي. فهمت الفكره؟ ما انا برضه انا وصلت هنا لحد ايه؟ سيب دو ار يعني الستيب نمبر 1 بالنسبه لي خلصت، صح؟ تمام؟ طيب الستيب نمبر 2 بقى هنعمل ايه؟ لازم برضه الاول نشوف السعر الجديد بتاعنا رقم كام؟ فهنعمل تي كيو تي، ولازم نشوف عندنا الوثيقه بتاعتنا الجديده هتبقى رقم كام؟ هنعمل تي كيو ام، صح؟ قبل ما نعمل امر الطباعه في الاخر. معايا؟ لان اكيد هنا اكيد مش هقول له تي تي بي سلاش تي 2، اكيد السعر الجديد مش 2، مش رقم 2، صح؟ اكيد الموثيقه الجديده مش رقم 1، لان دي تاني مره نعمل ايشو على نفس الحجز، فانت كل شويه الارقام هتتغير، صح؟ فهنعمل تي كيو تي الاول، صح؟ مش كده؟ تي كيو تي السعر الجديد عندي بقى رقم كام؟ رقم 3 المفروض، صح؟ ده تاني سعر يتخزن على الحجز، تاني سعر يتخزن على الحجز، هتلاقي تي اس دي 3. طيب نقفل الشاشه دي، ما احنا قلنا في ناس ممكن يظهر لها بالطريقه العاديه كريبتك اللي ورا. عايزين نعمل حاجه اسمها ايه؟ تي كيو ام، صح؟ الوثيقه عندي هنا تبقى رقم كام؟ 2. يبقى انت لما تيجي تعمل امر الطباعه هنكتب ايه؟ تي تي بي سلاش تي 3 تي تي بي سلاش تي 3 السعر الجديد سلاش تي تي ام الوثيقة رقم كام؟ ام 2 سلاش ار تي. فهمتوا الفكرة؟ بس هو كل واحد برضه على حسب شايف عنده رقم السعر بتاعه كام؟ الوثيقة رقم كام؟ ماشي مش واخده بالك من حاجه. لما جينا نصدر التذكره في الاول تصدقي يا كرامه كانت معديه،
يعني مع البيت تي ام ان حضرتك ما عندكيش غرامه صح صح بياخد على الجاك كلاس اعلى البيزنس انت على فكره بقى ما اخترتهاش انا دوست على حاجه فجاه لقيته هو مختار هي فعلا والله يعني على فكره انا كنت بختارها ايوه انا دوست على يعني على الاولاد يا جماعه هو هنا عشان لو هيشتغل بتماوس بيبقى معلق على الجاك كلاس اول درجه في اللايف هو اللي مختارها خلاص هي بالنسبه ما اشتغلتوش بمات خليه اس اس 1 زي ما احنا بنعمل لا اختار الواحده اه بالظبط اختارتها اختار دي معناها ايوه اختار الواحده عشان بالماوس انا فاهم ان هو بيبقى معلق على الجي كلاس اول ما بتعملي الابلكيشن طب ليه تختار فاكرتها بقى؟ طيب ما انت عايز ايه صار بقى؟ طبيعي ان انت مش هتظبط تي كيو ام لان ما فيش اصلا غرامه فمش ماده بسيطه بس طيب فانا ممكن انت شايفاها انها ايرور بس انت مش واخده بالك ان ما فيش غرامه اصلا بس انت لما عملت اف اكس كيو هي بالك يعني تاني انت دلوقتي لما جيت عملت اف اكس كيو بنالتي كام يبقى هينزل وثيقه ليه وثيقه يا كابتن بايني ماشي انت بقى اقصد لما عملنا الاف اكس كيو ظهر ان البنالتي زيرو اوكي طلع لي وثيقه بزيرو معايا يا جماعه انت بس انتوا بس ايه اهم حاجه بس تمشيها يعني عايزه واحد بتعلي شويه اللي هي بس اهم مشكله الريشو مشكله حاجه واحده بس عايز بس تركيز انت بتتكلم قدامك الارقام دي بتترجم فلوس اي غلطه بتترجم فلوس لا قدر الله مش عارف خصم غرامه مشاكل طالما بس انت عندك ميزه اللي احنا بنعمله ده يا جماعه اسمه اوتوماتيك ريشو يعني ايه اوتوماتيك ريشو؟ سيستم بذمتك احنا حسبنا حاجه واحد بيحسب لك فرق السعر وفرق الضرايب والغرامه بكام والليله كلها بكام انت بس يا سيدي اعمل امر الطباعه بس اعرف سعرك رقم كام والوثيقه رقم كام بس عايز ايه تاني؟ وده سهل يعني لما بتكون سهل لو سهل ما يبقى صح ماشي بس هندل هي فكره بس ان انا قبل ما اعمل الامر ده اعرف اتاكد رقم السعر بتاع الجديد رقم الوثيقه خلاص اهبع ما فيهاش مشكله انت بس واخد بالك وانت فاهم انت بتتكلم بالمناسبه هما الخطوتين ستيب 1 و 2 مش بقول لك ثلاث اربع خطوات ولا خمس خطوات بس هي فاهم انا بعمل ايه فاهم انا بعمل الامر ده ليه المدخل ده ليه يا جماعه ممكن اقول لك ان احنا مع بعد ما نفهم صدقني عادي ان انا مش عيب ان انا احفظ اوامر بتاعتي او مداخل بس فاهم معنى كل امر بيعمل ايه اللي عايز يحفظ قبل ما يفهم هيغلط كتير جدا بقولها لكم امانه شغل التذاكر ده عايز واحد مصحصح ومركز كويس في كل امر بيعمله لان اللي هيتعور حضرتك مش حد مش الشركه الغرامه بتيجي على نفذ التذكره مش على الشركه طب بس. انا دلوقتي بقى ما عنديش الام اعمل ايه هتعمل نفس المدخل بتاعك من غير التي تي ام وسلاش ام 2 بس هذا الثاني ده يعني تي تي رقم السعر الجديد سلاش ار تي وصلت يعني مش هحط الجزء ده اصلا اللي هو الام 2 ماشي لا لا تي تي ام ولا ام 2 بس معلش هو طالب ايه ولا مش طالب هنا حاجه طالب ايه يا عم بيقول لك اوكي الريتيرن تيكت دي ام 3 وليس خلاص خلاص الجمله تحتها ايه معنى لا انا هشتغل برنتر بس سيبك من القصه الطباعة اللي هي الطباعة لا عشان يطلع على البرنتر بقصة تانية ليه يقول لي اوكي الكترونيك تيكت واي ام دي والايشو خلاص هو كده نفذ الاثنين بس هيطلع لك ادي التذكرة الجديدة اللي انا عندي طلع لي فرق سعر 749 زائد الضرايب الاي ام دي او الوثيقة الدوكيومنت اللي هي 1236 هتلاقي برضه التذكرة الجديدة حالتها اوبن اللي دي العميل هياخدها ويسافر بيها هتلاقي التذكرة الاصلية اللي تحت حالتها بالك اكسنج وهتلاقي التذكره كنا عاملينها من شويه حالتها زوري عشان بس تبقى فاهم انت ممكن تلاقي حاجه زي ده في تذاكر كتير
انا ممكن الحجز ده اعمل له ريشو مره اثنين ثلاثه اربعه عادي من المصنع. تمام. معلش هو ازاي اعرف ان الريشو ده مانيوال او الريشو ده الكتروني؟ هي المفروض انا بقفل هي في الهيستوري. الهيستوري بتاعت البيت نفسه؟ بيبان في الهيستوري لان انت لو لقيت اف اكس كيو خلاص ده اوتو. يعني اللي بيبان في الهيستوري امر التسعير اللي انت عملتيه ايه؟ لان احنا ما بنعملش اف اكس كيو في المانوال. نعمل فضل اكس ري بيتر عادي ونخش احنا نزود كل حاجه بايدينا يدوي. ما بيبانش اف اكس كيو. اف اكس كيو اوتو. تمام؟ واضحه يا جماعه لحد دلوقتي؟ معايا ولا لا؟ بنحاول ماشي. انا عندي سؤال. اليوزر بعد الكورس احنا ما ينفعش نستخدمه صح؟ اليوزر اعتقد ممكن لفتره معينه غالبا مش بيبقى مسموح باليوزر تطلعنا تبقى بريفت عدد معين محدود منها يبقى ما بين فتره ده دي اللي بيحددها مستر مسيح. واخد بالك على حسب لحد ما يبقى في كورس تاني ليك وقت الناس بتستخدم نفس الكلام ده. ده يعني تقريبا هم من 10 ل 15 ماكسيم. بس خد بالك ما هي برضو يعني احيانا بنبقى شغالين في كذا وقت في نفس الوقت شغالين مع بعض صح مستر مزيكا ولا عادي ده ممكن ده احنا الاثنين بنستخدم الاثنين. بس لو حضرتك بتفكرني بالديلي انا كده كده احنا بص احنا كده كده بالنسبه لنا الريشو ده انا هعيده تاني. هي بالنسبه لنا النهارده انا بس المره الجايه هنعمل مثال بنقول كده مش واحد. تمام. وهشرح معاه ريفاليديشن. فبرضه ايه خلاص ريفاليديشن كده كده مش هاخد مننا نص ساعه. هو مش بيستخدم كتير ومش نادر الاستخدام هو بس انا هاخد فكره عنه. وهيبقى ان شاء الله اخر يوم هيبقى رسم. تمام؟ حد عنده اي سؤال بس بالنسبه للنهارده؟ انت اهم حاجه بس نصيحه. حتى لو انتوا عايزين تجربوا مع نفسكم قبل ما تيجي المره الجايه انت النهارده لحد فانت ممكن لحد يوم الثلاث تحس ان انت بكره عايز تجرب مفيش مشكله. نصيحه خلي الورقه جنبك وانت ماشي واحده واحده مش عيب. بس احنا كلنا كنا كده يعني انا لما اشتغلت يا جماعه ايه؟ ورقه جنبي مره في الثانيه في الثالثه في الرابعه خلاص. هي قصه ممارسه بالمناسبه ان شاء الله. جيت عارف خصومات طيب انت بتتعلم يعني الكلام ده؟ لا وانا بعلم لا. وانا بعلم لا. لان بالمناسبه انت لو اشتغلت تريننج مود اصلا ما حدش يقدر يجي ناحيتك. ده تريننج مود مش لايف. لا بشكل انا الحمد لله طول عمري ترينر. 21 سنة ربنا يجعلنا على مسامحك. تمام. إيمان عندك أي سؤال طيب؟ أو باسم؟ خلاص ما تقلقيش أنا كده كده إن شاء الله المرة الجاية هعمل مثال تاني بس يبقى يعني في أكتر من راكب. ماشي؟ خلاص تمام. أشوفكم المرة الجاية إن شاء الله. مع ألف سلامة.